أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد جو پہلی آیتیں ہیں نا والفجر اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو را اچھی طرح پر کریں گے وليال عشر تب بھی وقف کریں گے یہاں پہ جب بھی وقف کریں گے تو را پر کریں گے موٹی کر کے پڑھیں گے والليل اذا يسر یہاں پر بھی را موٹی کریں گے هل في ذلك قسم لذي حجر یہاں پہ رابری کریں گے اب اگر پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر اب جو ہے جس آیت پہ وقف کر لیں گے اس را کو موٹا کر لیں گے جن پہ وقف نہیں کریں گے ملا کے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ زیر کی وجہ سے اس را کو باریک پڑھ لیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد بالواد
ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه جو کیوں نہیں ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا يتذكر الإنسان وجيء يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر
احد فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد Oh,